تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد آل حميدان وزير العمل، أقام جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد المؤتمر الدولي للمهارات تحت عنوان تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن. وتتمحور أهمية هذا المؤتمر حول مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن في مختلف القطاعات مثل قطاع النفط والغاز وقطاع البنوك والمصارف وقطاع الاتصالات وقطاع التعليم، بالإضافة للقطاعات الخدمية. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية تنظيم الاتجاهات المستقبلية من خلال صقل المهارات، بما يساعد الموظفين والمؤسسات على تحقيق أهداف التطوير الوظيفي بصورة أكثر واقعية مثل الترقية أو التحركات الجانبية، مستقطبا شريحة كبيرة من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. هذا النوع من المؤتمرات يعني وما يضم من دراسات وبحوث وخبراء يكونون قاعدة فكرية للمتخصصين وللجهات الحكومية والجهات الأهلية لكي يعني تقف على أسس ومؤشرات علمية صالحة لأن تكون خارطة طريق لمزيد من التطوير والتحسين في نظم وآليات سوق العمل. طبعا اليوم سعداء في جمعية البحرين للتدريب بنجاح المؤتمر التنمية البشرية والتدريب. دورنا طبعا احنا كمؤسسة مجتمع مدني متخصصين في مجال التنمية البشرية، يأتي دورنا مكمل لجهود الحكومية في مجال التنمية البشرية. طبعا اخترنا عنوان المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية صقل وإعادة توجيه المهارات والتعليم المرن. المؤتمر على مدى يومين تحدث فيه خبراء من عدة مجالات في القطاع الخاص والقطاع العام. طبعا سعيدين بمشاركتنا في المؤتمر اليوم اللي معني بتأهيل الكوادر البحرينية. طبعا تمكين تلعب دور جدا كبير في تأهيل البحرينيين وتطوير قدراتهم، ويعتبر أحد الركائز الرئيسية لنا في استراتيجيتنا وفي دورنا اللي الدور اللي تلعبه تمكين. ونأمل من هذه اللقاء اليوم وهذا المؤتمر ان احنا نتكلم عن أهمية دور تأهيل الكوادر البحرينية. المؤتمرات وخصوصا هذا المؤتمر مهم جدا لتلاقح الأفكار، تبادل الخبرات، نقل المعلومة، الأشياء الجديدة. لكن هذا المؤتمر بالأخص مهم حق كل شخص فينا، سواء ليس فقط اللي باحث عن العمل ولا على وجهنا بيتخرج ولا بيدور له شغل ولا لا، بالعكس مهم بالنسبة لنا كلنا. ليش؟ لأنه يسلط الضوء على أن التعلم في خضم هذه التغيرات اللي نمر فيها بشكل مستمر عملية لازم تكون مستمرة عندنا كلنا.